مرحبا. بنبدأ أخبار المساء مع يلي قاله النائب آدي معلوف وهو عضو تكتل لبنان القوي، تحديدا عن أزمة النفايات يلي يبدو أنه عم تلوح بالأفق تحديدا بمنطقة الجديدة، وبعد مؤتمر النائب الياس حنكش وهو عضو حزب الكتائب يلي اعتبر أنه هناك بعض النواب يلي بيحكوا كلام ولكن بيرجعوا عن هذا الكلام تبعا لقرارات من رئيس الحزب أو رئيس الكتلة، وحمل مسؤولية أزمة النفايات يلي معقول تطرأ بالأيام المقبلة لرئيس الحكومة ولوزير البيئة وأيضا للنواب اللي كانوا حاضرين باجتماع حصل من حوالي 3 أشهر بالسراي الحكومة في محاولة لإيجاد حلول لهذه الأزمة. نستمع إلى أبرز ما قاله النائب معلوف بمداخلة عبر برنامج رح نبقى سوا. هو موقف كان شو قدر عمل يمنع هالتطليعة المتر، وثاني شيء يطلع يخبرنا هلأ الحل اللي عنده لا اكثر ولا اقل، بالنسبه مش لنا نحن ما لنا مسؤولين، يطلع يقول له ليه لوزير البيئه اللي هو مسؤول في مدير عام موجود بالوزاره خلينا يفرجينا، خلي يفرجينا التصور تبعه، ونحن ناطرين، نحن كل شيء عم نطالب اليوم وزير البيئه في تصور. هلا الوقت صار كثير قليل، يعني ايام قليله بتفصل عن المهله يلي اعطيت لثلاث اشهر، كيف رح يكون التعامل معها من منطلق، ما بدي احكي يعني منطلق سياسي يلي انت عم تحكي عنه، بين انه نشوف الزباله على الارض. انا بعرف هذا الملف وبعرف واليوم مطلوب من السلطه الرسميه المخوله بمعالجه هذا الملف تطلع تخبرنا شو تصورها. ما عم بقول لي لو مش صفي نحن تجليات بيننا وبين حزب الكتائب، ما له طعمه هذا ولا بيودي لمحل، يعني حق عليك ولا حق علي. انا ما رح تشيلوا الزباله بالسجلات بكل الاحوال، ما رح نشيل الزباله من الطريق. وبرجع بذكره انه هو بال 2015 وقت كان بالحكومه وقت نحن كنا رافضين هيدي الخطه، وعم نقول انه في فريقين لازم يكونوا رافضين عشان ما تقطع، هو كان فريق مضي عليها، ما حدا يغسل ايديه من المسؤوليه ابدا. أنا بعرف تعقيدات هذا الملف، وبعرف إنه شغله منا هينة، وبعرف إنه الخطة أساسها هو لا مركزية، وحتى ضمن اللا مركزية رح تلاقي بكرة حدا يقول لك بقلب المنطقة ذاته وبقلب القضاء ذاته ليش عنده ومش عندي، ولكن بمحل معين على الدولة إنه تيجي تفتح هذه الخريطة وتقول وين المواقع اللي نستعملها كمعامل فرز، وين المعامل اللي ممكن نستعملها لمقامر، شو البروسيدير اللي لازم نفوت فيه، شو لازم نعمل بالمصريات. عندنا مشكله اساسيه بهذا الموضوع، انه هذه البلديات يلي هي عندها زباله واليوم بعدها عم بتشيلها، بعده عم ينخصم لها مصاري من ايام سكلين. صح جميع البلديات صح. كيف بده يكون، كيف بده يفوتوا اذا الحل المادي جزء من الحال؟ ما في حال، ما فيهم يفوتوا يلتزموا مع شركه جديده او مع يفوتوا باتفاقيه جديده طالما بعدك عم بتشلي لهم 30 و40 و50% من مصريات البلديات بعدك بتقطعيها، او بدك تعملي اعاده جدوله لسنين طويله، او بدك تشيليها. ما فيه واحد يدفع الزبالة تبع اليوم والزبالة تبع قبل اللي كان اصلا ما معروف كيفيه وما معروف كيف على اي اساس محسوبه. اليوم عم نشوف انه كان يحكي فيها المي وتقل المي وكاميونات تكون نصها معبايه اسبوع مفوله، يعني بعد لليوم ما حدا عم بخبرنا. هذا احد كمان الملفات الفساد يلي المفروض يصير فيه تحقيقات. من موضوع النفايات بننتقل لموضوع سد بسرة، صفعة مزدوجة تلاقيها رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط امبارح بملف سد بسرة، وبين الموقف السياسي للحريري والثنائي الشيعي والموقف التقني العلمي للبنك الدولي سترة النجاة القرار للناس في حال أرادت الدولة تنفيذ المشروع بالقوة، مثل ما قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله للأو تي في.
إذا كان موقف الثنائي الشيعي متوقعا ولو متأخرا لصالح مشروع السد بسري بعدما ترك الوطني الحر في المواجهة وحيدا خلال الأشهر الماضية، فإن جملاط فقد أحد أبرز حلفائه مرة جديدة. حتى سعد الحريري أغرق جملاط في مياه بسري وقال صراحة إنه مع تنفيذ المشروع. لم يكتف الرجل بموقفه السريع، فاستتبع مكتبه الإعلامي الدردشة ببيان مفصل اليوم أكد فيه أن موقفه هذا ليس جديدا، وأن الحكومات التي ترأسها وكبت الدراسات التي أعدت بشأن المشروع منذ سنوات طويلة وافقت عليه، معتبرا أن من غير المنطقي أن يعترض أحد بعد خروجه من السلطة على شيء سبق أن وافق عليه، خصوصا بعد إقرار المشروع في المجلس النيابي. الحريري لفت إلى أن تراجع عن إقامة المشروع يتطلب قانونا جديدا في مجلس النواب يلغي القانون المعمول به، كما يرتب خسائر على خزينة الدولة نتيجة الاستملاكات التي أنجزت حتى الآن، إذ تم دفع 156 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي لا يجوز التغاضي عنه واعتباره كأنه لم يكن. وأوضح الحريري أن البدائل عن إنشاء السد لزيادة تغذية المياه لمنطقة بيروت الكبرى كتحلية المياه أو تجميع مياه الأمطار أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي قد تمت دراستها، وأن الدراسة أظهرت أنه وبالنظر إلى حجمه وجدواه الاقتصادية ولكافة العوامل الفنية العائدة له يعتبر سد بسري الخيار ذو الأولوية. يدافع الحريري عن هذا الخيار بالأرقام، مشيرا إلى أن تأمين كمية المياه نفسها التي يوفرها مشروع سد بسري أي 125 مليون متر مكعب سنويا يتطلب حفر نحو 200 بئر بكلفة استثمار وتشغيل سنوية تصل إلى 50 مليون دولار، في وقت تزيد كلفة خيار تحلية مياه البحر عن 60 مليون دولار سنويا. مع مواقف الحريري والثنائي الشيعي تغلب لائحة المع بسري لائحة الضد، صار جملاط وحيدا مع القوات والثلاثي الكتائبي وبعض المستفتين فيما يسمى بالحراك، وإن جاءت استفتاءاتهم خاسرة لصالح إنشاء السد. وفي المقابل يقف التيار الوطني الحر في موقفه المبدئي ومعه حزب الله وأمل وحلفاؤهم. صف على تصور بعد منا جاهزين لناكل صفعة وهن منهم مؤهلين هودي يوجهون لصفعة. وربما تكون الصفعة الأهم لجملاط، موافقة البنك الدولي على تمديد المهلة المعطاة للدولة لاستئناف الأعمال في السد. الرد كيف بالقوة؟ عم بقول لك يوجه هذا السؤال للحكومة كيف بدها تنفذ؟ هن مضوا هالأوراق وحيطلبوا القوى الأمنية تحمي المتعهد. إذا هن ضامنين القوى الأمنية تحمي المتعهد والمتعهد جاهز يطلع، القرار للناس مش لقلك. تمت الموافقة على التمديد ولكن بمهلة شهر ونص أو ستة أسابيع لغاية 4 أيلول لاستكمال الأجوبة يلي انطلبت من لبنان بالرسالة السابقة، يلي هي بتتلخص بتقديم خطة التعويض الإيكولوجي يلي قدمها لبنان، ولكن أبدأ البنك الدولي عدة ملاحظات عليها رح نشتغل عليها من هلأ لأربعة أيلول، استكمال الحوار مع جهات تانية، والشرط الثالث وهو أعطاء فكرة للبنك الدولي كيف رح بيكون مذكرة التفاهم بما يتعلق بعقود التشغيل والصيانة. قد يكون ما يحصل في سد بسري ملخصا واضحا عن العرقلة التي رافقت مثلا مع عميل الكهرباء، تتغير العناوين ويتبدل الأفرقاء السياسيون لتبقى النتيجة واحدة، الإصلاحيون في مرمى الاتهام الدائم واللبنانيون يدرسون، فهل يفشل حق 1,600,000 لبناني بالمياه مصالح المعترضين الجدد؟ التوتر يلي صار على الحدود اللبنانية الفلسطينية من عدد قليل من الأيام، وأيضا ما يرتقب بعد صدور النطق بالحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأيضا محور الشعب اللبناني أي متى رح يبقى ساكت على المواضيع الاجتماعية والمالية والاقتصادية، وهل في 17 تشرين تاني بقيادة حقيقية بحسب تعبير الصحافي داود رمال، كانوا هيدول من المحاور بحلقة رح نبقى سوا. نستمع إلى أبرز ما قاله الصحافي داود رمال لا رح نبقى سوا عن كل هذه المواضيع. نموذج اليومين الأولين من الحراك يجب إعادة إنتاجه بزخم مختلف وبإدارة واعية ووفق أجندة محددة، لأنه لا حل إلا بالناس. كنا عم نحلم، كان عندنا طموحات أن نتقدم. رجعونا للعصر الحجري. مين اللي رجعنا؟ هذه الطبقة السياسية، هي العصابة الحاكمة التي تتلذذ بوجع الناس. ما حدا يقنعني إنه إصلاح ما وصلنا إليه يكون
بمن تسبب بما وصلنا إليه. هودي تجربوا، إلنا 40 سنة من جاربون و30 سنة من جاربون، نقلونا من مصيبة لمصيبة، خدروا للشعب اللبناني، اخترعوا له. عندك أمل بالشعب اللبناني بعد؟ أنا عندي ثقة، عندي ثقة إنه يرجع يعمل هيدي الثورة، إنه نوصل بمرحلة معينة، إنه هودي الناس هن يكونوا القضاء الحقيقي والمحكمة الحقيقية، لأنه أنا ما بقى راهن على المؤسسات، وما ما يعني ما بوهم الناس إنه والله راهنوا إنه يوما ما تشوفوا رئيس أو وزير بالحبس أو رئيس حزب بالحبس لأنه نهب الدولة. قطع الشك باليقين أنه لن يسمح لأحد بأن يستثمر على قضية والده اللي هو قبض عليها كما القابض على الجمر وما زال. وبالتالي رئيس سعد الحريري بالكلام اللي قاله ما في حدا لا يزيد ولا ينقص عليه، حكي كلام مسؤول على درجة عالية من المسؤولية، على درجة عالية من المسؤولية، لأنه يعرف أن بعض شو بسميهن، بسمي لكم بعض الخوني إذا صح التعبير، بعض المنافقين، بعض المنتفعين، بعض المتسلقين قد يستغلون صدور الحكم للتصويب على الرئيس الحريري مجددا. قال لهم هيدي قضيتي، ما حدا يزايد علي، ما حدا في يزاود عليه للرئيس الحريري. والموقف اللي صدر عنه امبارح هو موقف مسؤول، موقف عين العقل. ما راح يعني ما لازم ينخاف من اي ردة فعل من بعض هودي الايادي يلي طابور خامس مثل ما بنقول. بدها تسجل موقف، تنزل لك كم واحد يحرق دواليب او ببعض المناطق، على كل حال حيبين، وحيبين مين اللي عم بيحركهم. ومهد الرئيس الحريري لموقف وطني مسؤول. هذا الموقف الوطني المسؤول بعتقد القوى المعنية مقدريته وحتقابله بموقف مماثل، وكل هودي اللي بدهم يحاولوا يتسللوا مش حيلاقوا حدا يسمعهم. فاصل ومنتابع أخبار المساء. منتابع أخبار المساء مع صفحة مخصصة بكورونا. فبعد ما صدر قرار أو تعميم عن وزير الداخلية بمخص عدد المصلين بأماكن العبادة، أيضا صدر مساء اليوم تعميم آخر وقرار آخر عن وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، قال فيه أنه عطفا على القرار السابق المتعلق بالتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه يسمح بإقامة حفلات الزفاف المقررة مسبقا، وذلك يومي الثلاثة والأربعة بأربعة وخمسة آب 2020 مع التشدد التام والتقيد بالتدابير الوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي ونسبة إشغال لا تتعدى 50% من القدرة الاستيعابية للمكان. ومثل ما قلنا كان سبق وكان هناك قرار تعديلي بمخص الصلاة بأماكن العبادة وإن كان المساجد والكنائس. أيضا كان هناك مداخلة لراعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشيل عون ببرنامج رح نبقى سوا للحديث ولإيضاح هذا الموضوع. أنا بداية بدي أقول إنه نحن دايماً عم نلاقي الحكومة بالتدابير اللي عم تتخذها، لأنه بهمنا بدون شك إنه نكون عم نحمي أولادنا من هالوباء وناخذ كل التدابير اللازمة. مشان هيك نحن لما اعتمدنا كنا بالماضي إنه نفتح الكنائس ونقبل فقط نسبة 30% من القدرة الاستيعابية للكنيسة. كل الكهنة حددوا الأماكن وين بيقدروا يقعدوا المؤمنين، وعلى البيت كان دائما عم يتاخد الحرارة، وفي شباب وصبايا عم بيحطوا جيل ديزانفكتون مطهر على اليدين لحتى نكون عم ناخذ كل التدابير. كافة الإجراءات أخذينا من الأساس. مضبوط. لذلك لما صدر القرار يوم الثلاثاء بانه الاقفال التام، الحقيقه نحن حاولنا نتواصل مع معالي وزير الداخليه من خلال الامين العام لمجلس البطاركه والاساس الكاثوليك بلبنان، وشرحنا له انه نحن اخذين كل هالتدابير وفقط عم نستقبل بنسبه 30%
ومع الكمامات وكل التدابير الوقائيه. بعد قال اذا هيك نحن ما عندنا مانع انه تكونوا عم ترجعوا تستقبلوا يعني المؤمنين بهالنسبه. وعلى هالحديث معالي رجع اصدر تعميم بيقول انه بيقدروا المساجد والكنائس يكونوا عم بيعملوا احتفالاتهم الطبيعية ولكن ليس بنسبة تزيد عن 30% من القدرة الاستيعابية. سيدة المطران، في كمان قلق عند يلي كانوا معينين الأعراس عندهم، كمان هلا قرينا التعميم الجديد يلي صدر عن وزير الداخلية، كيف رح تتعاملوا بالأبراشيات المارونية وبالكنائس بهذا الموضوع؟ رح يكون في الإكليل بقلب الكنيسة مع عدد كتير قليل كمان، أو الأفضل إنه يتم تأجيله؟ كيف رح تكون التعاطي مع هذا الموضوع؟ أنا بتعميم أصدرته لرعاية الأبراشيين قلت لهم اللي ما بيقدر مع الإمكانية يأجل العرض أو الأعمال ساعتها بده يكتفي بأعداد قليلة من الأهل المقربين. لذلك يعني بمعنى إنه نفس الموضوع إنه ما يكون في عدد كبير بالكنيسة، هذا نحن سهرانين عليه. أكيد بيبقى موضوع إذا بعد الإكليل عاملين عشاء بمطعم أو اللي صار بطل معلق فينا، لأنه أكيد ما قال معالي الوزير إنه بده ناخذ حتى الثلاثة أو الأربعة، لأنه بهاليومين المطاعم فاتحة بنسبة 50%. أنا دائما بقول إنه المؤمنين لازم يحسوا على حالهم بالسلام، لذلك نحن التوصيات لكهنة الرعاية إنه ينقلوا الإزاز على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل انه اي واحد عنده اي خوف او يمكن تعبان ما يجي على الكنيسه، واللي بيجوا بيلتزموا بالتدابير ونحن ساعتها بنأمن كل الظروف الملائمه لحتى ننتبه انه ما حدا يكون عم ينصاب بالكورونا. باليوم الأول من الإقفال العائد هل التزم اللبنانيين؟ تقدير قوى الأمن الداخلي له نسبة الالتزام فاقت 85%، فماذا عن أعداد محاضر الضبط والغرامات المفروضة؟ تقرير ريما حمدان. دخل الإقفال التام حيز التنفيذ اليوم الذي يستمر لغاية 3 آب كمرحلة أولى لتكون المرحلة الثانية من 6 آب لغاية 10 منه، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لتخفيف الاحتكاك والتخالط لمحاصرة الوباء. هنا في شارع الحمراء أنشط شوارع العاصمة بيروت غابة مظاهر العيد، المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي أقفلت أبوابها، فالحركة تقتصر على المشاة والسيارات فقط. إن الحكومة شو بتعمل لا تعمل، إذا الإنسان حد ذاته ما حمي حاله وحمي اللي حواليه الشعب كله بده يروح. لا، القرار الإقفال والفتح ورجع التسكير أكيد هذا منه قرار صائب ومنه كتير مبني على أسس علمية. إذا بده ينعمل تسكير ينعمل تسكير كامل على أسبوعين على شهر. لما انعمل تسكير بغير محلات بالعالم وصلوا معاشات العالم على بيوتها، الشركات اندعمت تتقدر تكفي على إجريها، هون سكروا وقعدوا ببيوتكم وما تقبضوا وقبضوا نص معاش والدولار صار ب10,000. يعني بس كيف بدنا نشتغل؟ طيب ما عم بيقفلوا علينا، كيف بدنا نشتغل؟ في مناطق كتير ملتزمين، في مناطق لا، بحس ما في كتير التزام. ليه مش حاطط كمامه؟ لا انا حاطط كمامه، هاي الكمامه لا، بس انا لحالي بالسياره. لا يعني اجراءات مطلوبه يعني تصير. يعني لا يخلو شارع الحمراء من السياح العرب الذين وبالرغم من جائحة كورونا اختاروا لبنان لتمضية إجازتهم، ونشاطاتهم السياحية حاليا تقتصر على الاستمتاع بشوارع العاصمة. يعني جينا من تركيا وسووا لنا هذا التيست اللي بالمطار، ويعني شوية مفروض تنغلق شوية لا تتحسن الأمور إن شاء الله. ليه اخترتوا اليوم تجوا على لبنان رغم جائحة كورونا؟ مو والله احنا نريد بس نسافر، واقرب بلد كان لبنان، يعني العراق بعده ما مو فاتح. انا بالنسبه لي هاي اول زياره، الاهل هاي ثانيه او ثالث زياره تقريبا. انا اجيت اول امبارح من دبي، ودبي فتحت وعرفوا قديش هن دفعوا يعني دفعوا الثمن غالي، ونحن بدبي ما في مخلوق بيمشي بلا معقمات وبلا كمامات. يعني الشعب بده يوعى وكمان الحكومه بدها هي. تفاجأت يعني بصراحه بالبلد، كثير تفاجأت، زعلت على لبنان كثير. ما بتستاهل لبنان تكون هيك. 85% هي نسبة الالتزام التي تم تسجيلها اليوم، كما يؤكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم. اليوم كان في التزام حوالي 85% تبعا يعني معدل عام تبعا للمناطق، وقوى الأمن الداخلي في دوريات على كامل الأراضي اللبنانية، وخاصة عندنا كمان دوريات على الشط اللبناني. امبارح يعني رغم انه ما كان في اقفال عام بعد
لم يسري، تم تنظيم 275 محضر على للأشخاص أو المؤسسات اللي ما التزموا بقرار وزير الداخلية، خاصة مثلا تقديم الأرجيلة، عدم احترام وضع الكمامة خاصة للعاملين بالمؤسسات العامة اللي عم بيقدموا مأكولات وغيرها من الأمور. فيما تعلق بالكمامة، الغرامة بعد 50,000 ليرة يلي حق الأشخاص يلي مثل قلنا للعاملين أو للأشخاص بسياراتهم خاصة يلي إذا كانوا مجموعين بالسيارة من غير البيت الواحد، أو كمان ما ننسى البسيط 50% ما يتعدى 50% من الركاب اللي يكونوا حطوا كمامة. عند المخالفة هون تطبق 50,000 ليرة. القضاء يعني فتنا هون بمخالفات قانون العقومات مش قانون السير، القضاء بيحدد المخالفة. الوعي والحذر من انتقال العدوى يبقيان الأهم من أجل الحد من انتشار الكورونا. منتابع أخبار المساء أيضا بكورونا، وفيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 129 إصابة جديدة اليوم وأيضا حالتين وفاة. عقد وزير الصحة حمد حسن اجتماع مع نائبة أصحاب المختبرات وأطباء المختبر، وحذر خلال هذا اللقاء المختبرات المخالفة من الإقفال النهائي الفوري، وكشف عن دور لبعض السوريين بتفشي الوباء. أول شيء اتفقنا مع الدكتورة جرمانس على متابعة الكواشف الطبية على دقة النتائج، على الالتزام بالبروتوكول العمل اللي لازم عم نشتغل عليه، وفأزا متابعة ميدانية على المختبرات. واحد اثنين اللي بهمنا كمان نحن لوجستيا اللي عم بصير فيه من وراء بعض المشاكل واللي عم بتكون سبب أوقات بتفشي، هي التأخر بنتائج البي سي آر اللي أنا باعتبرها هو تأخر منطقي ومقبول. يعني بكل دول العالم بي سي آر ليتنفذ هو من 3 أيام، كل الوافدين بالاختراب بيعرفوا، إلى أسبوع. نحن عم تتنفذ بين 48 ساعة إلى 72 ساعة. بهالوقت لازم المغترب يلتزم بيته، ولازم اللابوراتوار اللي عم يشتغل بي سي آر بالتنسيق مع الوزارة والنقابة يكون حاطط كمان في بريوريتي، يعني لازم بالبروتوكول اللي بدنا نعمله نحط لمين بالاول. اليوم اللي بشكل خطر هو الوافد الاسيمتوماتيك او المخالط الاسيمتوماتيك، واللي لازم هو يكون له الاولويه بتنفيذ الفحص. والنقطه الثالثه اللي بدنا نناقشها نحن مع مديريه الامن العام العقيد ابو شقره، مشكور كمان ممثل من اللواء ابراهيم، انه في عنا مشكلة السوريين اللي عم بيغادروا بكميات أعداد كبيرة اللي عم بتأثر بشكل أو بآخر أولاً على الجودة، وعلى بعض المشاكل اللي صارت بأحد مختبرات البقاع بمستشفى الحكومي. وبنفس الوقت الثاني الأخطر أنه عم بيطلع بوزيتيف، مش عم بيعرف البوزيتيف وين بده يروح. للتجاوزات اللي عم بتصير عن بعض المختبرات بالنسبة للنتيجة للسوريين، في حدا صار عم بصير في ابتزاز بهذا المضمار، دفع 200,000 أو 300,000 بتاخذ الفحص بعد ساعة أو ساعتين اللي بشكك بالدقة، وفي حدا على التليفون ديليفري. وهي أنا أخذنا قرار اللي بده يصير في تجاوز هي شوائب وهي ارتكاب
بقانون التعبئة العامة ما في حوار، في إقفال، يعني اللي عم بيتجاوز الحدود وهي في إقفال ومصادرة لجهاز البي سي آر، لأنه فينا ناخده ونستعمله بغير لابوراتوار ومباشرة ناخد بحقه تدابير مسلكية وقانونية. لهون منكون وصلنا لختام أخبار المساء، أكيد فيكن تتابعونا عبر فيسبوك وتويتر، وقبل ما ألكن إلى اللقاء بدي أتمنى للجميع على جميع اللبنانيين أضحى مبارك، وللمسلمين خصوصا، وإن شاء الله عيد يحمل الصحة والصحة والصحة. شكرا وإلى اللقاء.